السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك صغير تيجي زوين. عندي هنا ثلاثة ديال الكيسان ديال الفورس عامرين مزيان، وجوج ديال الفاني وجوج الخمارات، وعندي كاس ديال السنيدة عامر، كاس ديال الزيت تقريبا، كاس ديال العصير، عصير ديال الليمون، وعندي أربعة ديال البيضات، وعندي معلقة عامرة ديال القشرة ديال الحامض. بسم الله على بركة الله. ضفت البيض، غندير السنيدة وغادي ندير الزيت. ضفت البيض مزيان والسنيدة والزيت، غنزيد كاس ديال العصير وجوج صاشيات ديال الفاني، وغادي نزيد نخلط. انا خلطت مزيان، غادي نزيد داك الفورس، غندير غير نص وغادي نخلط. انا خلطت مزيان، غنزيد الخمارات وغنزيد القشرة ديال الحامض، وغادي نخلط مزيان. دابا غادي ندهن هادو هاد الصغار بالزبده، تيخصهم يدهنوا مزيان، وغادي نغبر عليهم شويه ديال الفورص باش ما تيلصقوش. ها هما تيخصهم يدهنوا مزيان بالزبده. عاد تنغبر عليهم شويه ديال الفورص، المهم تيخصهم يدهنوا باش ما تيلصقوش. دابا غادي نبدا نعمرهم. ما خصناش نعمرهم بزاف باش ملي يطيبوا يلقاو فين يطلعوا، ما يفيضوناش. عندي شويه ديال الفواكه الجافه، غندير لهم شويه، وحدين اخرين غندير لهم شويه ديال الكركاع وشويه ديال الزبيب. ديرهم شي طبصيل هكا باش يطيبوا على خاطرهم، وتدخلهم للفران. هادو غندير فيهم شويه ديال الكركاع هكا مقطع، شويه ديال الزبيب. المهم هادشي اللي عندي، اللي عندكم ديروه.
انا بغيتهم شويه بزايد، بغيتيو غير شويه ديرو غير نص ديال المقادير. ها هما وجدوا، هادو درت فيهم الكركاع وشويه د الزبيب، والاخرين درت فيهم داك الفواكه معسله. تنتمنى يعجبوكم، والدراري هكا الا ماشيين للمدرسه تعطيها لهم احسن من داك الطرف الكيكه، هاو تيجيو زوينين بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.